لمن لم يحالفهم الحظ التوفيق في العام القادم. والآن قبل أن ننتقل إلى قطاع غزة، يسرني أولا أن أبارك للعشرة الأوائل في الفرع العلمي، وسأعلن أسماءهم تواليا، وبعد ذلك سننتقل إلى قطاع غزة. العشرة الأوائل في الفرع العلمي: الأول تالا باسم قاسم باقي، المعدل 99.7 من طلائع العمل الثانوية نابلس. الثاني شيماء بسام حسين النغنغية، 99.6 من مدرسة بنات جنين الثانوية جنين. الثاني مكرر رانيا سامي بديع يونس، بمعدل 99.6 من مدرسة جبال عبد الناصر الثانوية نابلس. الرابع محمود عطا درويش السيقلي، 99.5% من مدرسة عبد الفتاح حمود الثانوية للبنين شرق غزة. الرابع مكرر أماني جهاد محمود منصور المناصرة، 99.5% مدرسة دلال المغرب الثانوية ألف للبنات شرق غزة. السادس جهاد صابر محمود خمايسي، بمعدل 99.4 من مدرسة اليامون الثانوية للبنين جنين. السادس مكرر محمود حاتم محمود حماد، 99.4 من مدرسة الصلاح الإسلامية الخاصة الوسطى غزة. السادس مكرر ناهد فريد عبد الوهاب أغريب، 99.4 بنات العدوية الثانوية طول كرم. السادس مكرر أحمد بديع أحمد طه، 99.4 المدرسة الإسلامية الثانوية للبنين رام الله. السادس مكرر حنان عوني عبد الرزاق المناعمي، 99.4 مدرسة خالد العلم الثانوية للبنات غرب غزة. السادس مكرر جهاد عبد الله سعيد عبد الله، المعدل 99.4 المدرسة الإسلامية الثانوية للبنين رام الله. والآن ننتقل للأخ مروان شرف في قطاع غزة، نائب مدير عام الامتحانات، ليعلن أسماء العشر الأوائل في الفرع الأدبي والفروع المهنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مبروك لأبناء الطلبة الناجحين في جناحي الوطن. أما العشر الأوائل على فلسطين فرع العلوم الإنسانية: الأول دعاء نظمي عبد الله جعبري، 99.5 بنات وداد ناصر الدين الثانوية الخليل. الثاني روند عبد الخالق شحاد الهول، 99.2 العروبة الثانوية لبنات الوسطى غزة. الثاني مكرر ناهدة فهمي مصطفى أبو حطب، 99.2 سمير سعد الدين الثانوية للبنات نابلس. الثاني مكرر هبة عدنان أحمد الجبيهي، 99.2 بنات حليمة الخريشة الثانوية طول كرم. الخامس عبير محمد عبد الكريم أبو شاويش، 99 شهداء المغازي الثانوية ألف للبنات الوسطى غزة. السادس دعاء زهير حسن أبو الفية، 98.9 بنات إبراهيم الخواجة الثانوية طول كرم. السادس مكرر آمنة محمود داوود موسى، 98.9 شهداء المغازي الثانوية ألف للبنات الوسطى غزة. السادس مكرر ميساء خالد إبراهيم أبو العوف، 98.9 بنات شويكة الثانوية طول كرم. السادس مكرر أمل محمد سليمان فرحات، 98.9 الشجاعية الثانوية للبنات شرق غزة. السادس مكرر حنين يعقوب بن محمد أبو خيران، 98.9 الراعي الصالح السويدية بيت لحم. السادس مكرر أسماء فريد صالح حمدان، 98.9 بنات جبع الثانوية قباطية. السادس مكرر ميسر عبد الناصر عبد الوهاب أبو زل، 98.9 بنات البيرة الثانوية رام الله. أما الثلاثة الأوائل على فلسطين الفرع التجاري: الأول سارة ياسر سامي الغرباوي، 96.1 رامز فاخرة الثانوية للبنات غرب غزة. الأول مكرر شروق عبد اللطيف عبد الله شاهين، 96.1 بنات سلفيت الثانوية سلفيت. الثالث سامي رفيق علي سليم، 95.2 بنات جمال عبد الناصر الثانوية طول كرم.
الثلاثة الأوائل على فلسطين الفضل الصناعي. الأول طارق محمد عفيف أسعد 97.2 طول كرم الثانوية الصناعية طول كرم. الثاني صحر عزام يوسف إفريج 97.1 طول كرم الثانوية الصناعية طول كرم. الثالث عمر عزام كمال أبو بيح 97 نابلس الثانوية الصناعية نابلس. الأول على فلسطين الفرع الزراعي. الأول إسلام موسى إسماعيل الزبيدي 87.6 العروب الزراعية الثانوية المختلطة شمال الخليل. وأخيرا يسعدنا في وزارة التربية والتعليم العالي أن نعرب عن فرحتنا وسعادتنا في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذا العرس الوطني الذي زفت فيه بشريات النجاح وأجمل التهاني والتبريكات. وأصدق الأماني لكل بناتنا وأبنائنا الطلبة ممن أسبغ الله عليهم بنعمة النجاح والذين يحصدون اليوم ثمرة كدهم وجهدهم ورعاية أمهاتهم وأبائهم ومعلميهم، واستطاعوا أن يتحدوا بإيمانهم القوي وعزائمهم الماضية قساوة الحصار وجسامة التحديات وأحلك الظروف. كما يسعدنا أن نبعث باقة ورود وبطاقة محبة وشهادة شكر وتقدير لفارسات فلسطين وفرسانها الذين حظيت لوحة الشرف بأسمائهم وتقلدوا وسام التفوق والتميز وتربعوا على سلم المجد والرفعة. إن وزارة التربية والتعليم تشعر اليوم بالفخر والاعتزاز وهي تصدر بجهود أبنائها الأوفياء المخلصين هذا التوافق التربوي الرائع وذلك الإنجاز الوطني الكبير والذي ما كان له أن يرى النور إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن ثم الجهود المخلصة والعزائم الصادقة، فكل الشكر والتقدير والعرفان والامتنان لأولئك المخلصين ولكافة الطواقم القيادية والفنية والإدارية الذين أسهموا بشكل بارز وفعال في إنجاح امتحانات الثانوية العامة وظهورها بهذه الصورة المشرفة الراقية. وأخيرا لا يسعنا اليوم وقلوبنا تخفق وعواطفنا تطير فرحا ونحن نستشعر السعادة والفرحة التي غمرت قلب كل أم فلسطينية صابرة وكل أب فلسطيني مرابط، إلا أن ندعو الله عز وجل أن تطرق هذه السعادة باب كل أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات، وقد زفت إليهم بشريات الوحدة والوئام وسادت روح التوافق والانسجام وتحققت الأماني والتطلعات والآمال. كما ندعو الله العلي القدير أن يجمع شملنا وإخوتنا في الضفة الغربية لنعلن نتائج الثانوية العامة العام القادم في رحاب القدس الشريف، وما ذلك على الله بعزيز. والله هو الموفق وهو الهادي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا الناجحين ومتمنين لهم مستقبلا زاهر ومتمنين ممن لم يحالفهم الحظ التوفيق في العام القادم. وأسماء العشرة الأوائل في الفرع العلمي: الأول تالا باسم قاسم باطية 99.7 مدرسة طلائع